ايش صار معك؟ وين ماخذينك؟ ايش صار معي؟ لاني واقف قاعد انا قبل بتناقض ما تتناقض. ايش صار معك؟ بالضبط لاني بقول له طور روحك، مش ما بدوش يطور روحه، بغلط قاعد. انتوا ليش جايين هون اليوم؟ احنا جايين نسرع الزيتون. هكذا اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي علينا خلال تغطيتنا لاعتقالها أحد المشاركين في زراعة أشجار الزيتون في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث قمعت أهالي البلدة لإرغامهم على مغادرة أراضيهم التي صادرها الاحتلال قبل 30 عاما لصالح مستوطنة عفرة الإسرائيلية. بنزرع ارضنا، بنزرع ارض اهلنا هون، هم هجموا وبداوا باطلاق قنابل الصوت واعتقلوا زملائنا، هم الذين يجب ان يرحلوا ولسنا نحن. هنا ارض هي لنا ملكيه خاصه، بنوا مستوطنات عليها، لن نتركها. هذا الاحتلال الى الزوال، ابناؤنا ونحن ونقول لن يرهبنا اعتقال. فرحة أهالي سلواد بالوصول إلى أراضيهم لا توازيها فرحة، ورغم حصولهم قبل أشهر على قرار من محكمة الاحتلال باسترجاع أراضيهم، إلا أن الاحتلال أصر اليوم على قمعهم في محاولة لإرهابهم وثنيهم عن التمسك بأرضهم. إلنا 30 سنة مش داخلين هذه الأرض، هذه الأرض رجعت بقرار من محكمة الاحتلال الإسرائيلي، لكن تفاجأنا أن سلطات الاحتلال منعتنا، أصرينا نيجي لأنه هذه أرض سلوادية، هاي أرض أهل البلد، هاي أرضنا. ليس أجمل من لقاء الحبيب بحبيبه بعد طول غياب، فما بالك بلقاء صاحب الأرض بأرضه بعد فراق دام حوالي 30 عاما. أهالي بلدة سلواد انتزعوا اليوم حقهم بالدخول إلى أرضهم وزراعتها رغما عن أنف الاحتلال. من بلدة سلواد شرق رام الله المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.